الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علاج القرآن للخوف، كيف يعالج القرآن مشاعر الخوف عند الإنسان فيجعل عنده السكينة والطمأنينة الداخلية والراحة التي تجعله ينطلق في كل مجالات الحياة؟ هذا ما سوف نتعرف عليه هذه الليلة إن شاء الله في مأتم المرخ، قرية المرخ الحبيبة.